بكم ونتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. الصمم أو ضعف السمع هو النقص الجزئي أو الكلي في القدرة على سماع الأصوات أو فهمها، وقد يرث الإنسان ضعف السمع من والديه، وجينات ضعف السمع قد تكون سائدة وقد تكون متنحية. شو لاحظتي فيه غير طبيعي؟ شنو جالك تدوزي عليه؟ كنت كنغوص عليه ما كيجاوبنيش، ما كيتلفتش عندي. فوقاش لاحظتي هذه المسألة أنك تتعيطي ليه وما تيجاوبكش؟ 3 سنين دابا. الصمم الوراثي هو كعدد من الأمراض الوراثية تنتقل من الأب ولا الأم للأطفال. إذا هو انتقال وراثي بالكروموزومات، كروموزومات اللي تكونوا في الخلايا ديال الإنسان، الأب ولا الأم للأطفال ديالو. فدراسات كثيرة وضحت بأنه فعلا بعض الخلل اللي يمكن يكون في الكروموزومات ومواضع في الكروموزومات قد يؤدي إلى الصمم وأنواع مختلفة من الصمم. هناك أنواع مختلفة من الأمراض ديال الأذن الداخلية تعطي الصمم، ويمكن يشاركها أمراض أخرى، مثلا الناس اللي عندهم ولا الأطفال اللي عندهم الصمم مع مرض ديال القلب، ولا الصمم مع مرض في الكليتين، والصمم مع أمراض ديال الغدة الدرقية. فهناك أمراض جينية مختلفة اللي تعطينا هذه الحالة ديال الصمم. وكان هناك حالات ديال الصمم الجيني يعني منعزل، كاين غير الصمم ما كاين حتى شي مرض موازي معها، والسبب يعني معروف جينيا ومدقق الموضع ديالو، يعني كاين انانومالي، خلل في يعني في التكوين ديال الكروموزوم ديال الشخص. يشارك كل إنسان أخاه أو أخته في نصف عدد المورثات التي يحملها، والصمم الوراثي هو أحد الأمراض المتفشية بأحد الدواوير بالجهة الشرقية، وزواج الأقارب السبب الأول فيه. في إطار الموضوع اللي نتكلم عليه اللي هو الصمم الجيني، تعرفنا وبالصدفة على وجود واحد المحل في واحد القرية، واحد الدوار اللي منتشر فيه الصمم، إلى أنه الدوار تسمى بدوار الترشيم. فيعني تعجبنا الأمر أنه وجود واحد دوار للناس ما تسمعوش فيه، وقمنا بحملة أولية شناظرنا المحل بعد يعني تصنب بناس في المنطقة، المنطقة الشرقية منطقة التوريت بالضبط، دبدو لقينا فعلا بأن واحد دوار الناس فيهم كثير منهم ما تسمعوش، تيقولون العائلات بأنه الطيف تيتزاد تيسمع، تيدخل المدرسة الابتدائية تيسمع، تيوصل 8 سنين 9 سنين 10 سنين حسب الحال، تيبدا ينقص ليه السمع، توصل للثانوي ما تبقاش يسمع تيخرج من المدرسه. فعدد منهم في الحاله هذه، ومشينا محليا وعبرنا السمع جميع الاطفال ديال المدرسه، وعبرنا السمع ديال الناس ديال الدوار كاملين، لقينا عدد منهم ما تيسمعش فعلا. ويعني دخلنا الشك واش مساله جينيه ولا شي مساله كاينه في الماكله اللي تياكلوا، قالوا في الماء اللي تيشربوا. البحث ديال الماء تبين بانه ما كان حتى شي سبب، الماكله ما تبين حتى شي سبب اللي هي يعني تشير الى هذه المساله هذه، ولكن اللي لقيناها غير طبيعي هو عدد الحالات ديال الزواج العائلي. القافلة الطبية التطوعية التي استفادت منها المنطقة سبق وزارت وشخصت ومنحت أجهزة للسمع بها، واليوم هي في إطار تتبع ومراقبة صحية لهذه العينة من المرضى التي تفشى بوسطها الصمم الوراثي. جينا هذه سنة قمنا بالفحوصات الضرورية، يعني ميزان السمع ديال الأطفال وديال الناس الكبار اللي مصابين بالصمام، تمكننا باش نعطيو العدد منهم للأجهزة المناسبة باش يكون السمع ديالهم مزيان، والتزمنا باش نرجعوا مرة في العام باش نراقبوا السمع ديال الأطفال، خاصة الأطفال ديال المدرسة، ونراقبوا كذلك الناس اللي عطيناهم لي زاباري ديالهم باش نشوفوا واش النتيجة مزيانة. احنا بصدد اليوم دراسة الحالة ديال الصمم الجيني الوراثي اللي يمكن يظهر في الولادة الطفل، تيكون يعني في الأيام الأولى والشهور الأولى ديال الحياة ديال الطفل يمكن نشخصوا الحالة ديال الصمم ديال الطفل، ولكن كان هناك حالات أخرى ديال الصمم جيني وراثي كذلك، ولكن ما تظهر إلا بعد سنوات من نمو الطفل. وهذه الحالات نشوفوها اليوم في هذا الدوار هذا اللي مستشري فيه بصفة قوية الحالة ديال الصمم الوراثي. تبين أن عدد كثير من الأطفال مصابين بالصمم، وعدد كبير كذلك من الناس كبار مصممين بالصمم، وهاد الناس كلهم تيتزوجوا فيما بينهم. فهاد الصورة تتبين لكم الحالة ديال العائلة، تتبين لكم بأن الأب مثلا مصاب وربعة ديال الأطفال كذلك مصابين وبنت مصابة، فيما أن الأم واحدة من الأبنات غير مصابة. في جهة أخرى تلقوا بأنه حالة واحدة في العائلة اللي مصابة.
ولهذا يعني حالة ديال الصمم الوراثي هنا ثابته في الدوار هذا ومستشريه بصفه عاليه، ولا بد من النصائح الجينيه الضروريه باش يغيروا الناس من العادات ديالهم باش يمكن نوقفوا هذه الحاله هذه. طرشت في 12 عام ولا 13 عام ولا هذا الشيء، وما بقيتش مع اللي خرجت من المدرسة في التاسعة ولا هذه عامين ولا ثلاث سنين ولا من المرض خرجت من المدرسة وفوت في الدار البيضاء قال لك خص دير لاباري ودرت لاباري وما بقيتش نسمع بها والو كاع وما عرفتش الشمر بالعالمين. كنقعد لقدام كنسمع له شوية، كنقعد حداه القدام هو كيهضر كنسمع له، ملي نقعد التالي ما كنسمعلوش. كنسول صاحبي كيقول لها كيفاش دابا كنسمع مليح. انت وخوتك شحال ديال الخوت؟ انت وخوتك انت؟ انا حنا ثلاثه ديال الخوت وثلاثه ديال الخواتات. شكون اللي ما يسمعش؟ شكون اللي يسمع؟ انا وجوج خوتي وثلاثه ديال الخواتات، فيهم سوينا اللي كنسمع انا ولادي سلكنا الله حفظنا الله. انا عندي المراه بنت خالتي، ماشي كتقول هذا الشيء من العائله ولا من دم، داكشي العلم لله. يصعب ان تفند فرضيه زواج الاقارب هي السبب الرئيسي في انتقال المرض الوراثي، ويتم فحص قابليه الانسان على سماع الاصوات بواسطه اسماعه اصواتا بترددات ومدى مختلف وتسجيلها على مخطط. ازماني محمد زاد تيسمع عادي، ولكن مع تطور السن ديالو وفي سن مبكر في الحياه ديالو، يعني كان عنده تقريبا 30 سنه بدا ينقص السمع ديالو. السمع بدا ينقص من جوج جهات بصفه قويه، واليوم الفحص اللي تبين من اليوم انه ما تيسمعش بتاتا، المستوى السمع ديالو فايت 90 ديسيبل. فالانسان هذا موجود حاله ديال الصمم في العائله كثيره عنده، القوه ديال الصمم اللي عنده تجعل بانه ما يمكنش يتعالج بالجهاز السماعه العادي، لابد انه يكون عنده عمليه جراحيه مناسبه للحاله ديالو باش يمكن السمع ان شاء الله. وحنا الثمانيه نتاع العائله في الدار فينا جوج الناس يسمعوا، كاين واحد خويا في الصبرون حتى هو ما كيسمعش، وكاينين بزاف يعني هذه العائله نتاع بني معلا كلهم تقريبا ما كيسمعوش. كاين في توريد، كاين في 44 والي، كاين في واحد الدوار سميتو منعه، كاينين المهم ياسرين. حنا هذا الشيء الولد خا يعني اللي يكون صغير كيسمع، ملي واحد يكبر والسمع نتاعو ينقص. هذا الوليد كنعبر له السمع باش كنعرفوا درجه السمع اللي ناقص عنده. بوغ لانستون باين لي انه الحمد لله ما عندوش شي نقص كثير. انا باقي ما كملتش العبار باش نشوف الريزلت فينال ان شاء الله. كتسمع العبار؟ وي انا كنصيفط له دي فريكونس لبنيه وكيرد عليا الا سمع شي حاجه. انا كنقيد في الدرجه اللي سمع فيها، كنقيد شحال سمع. يعني في الوقت اللي غتسمع داك الصوت عرف الحاجه غتسالى خصك تبدلها صافي. ودابا كيف هو الصوت؟ واضحه ولا ماشي واضحه؟ واضحه. وشنو هي؟ شنو سمعتي بالضبط؟ بحال القرعان. ولكن عاود لي شنو سمعتي؟ عاود لي شنو سمعتي؟ دابا كنا من الغيكلاج ديال لاباغي اللي فودنا على حساب لا سيغديتي اللي عنده، وكنحاول ما يمكن نعطيه للصون اللي ما كيسمعوش انه يسمعوا. ونورمالمون دابا كنركز انا على ماشي لا لكتور لابيال، انا على لوديسيون. كنعطيه مثلا صوره وهو يقول لي شمن صوره هي، يعني كيعتمد على ودنه ماشي على في الوقت اللي كنهضر معاه هنا كيقرا لي شنو كنبغي نقول. كناخذ القالب ديال الاذن باش نصنع واحد الجهاز غادي يدخل في الاذن، خصو يكون مصاوب على القياس ديال الاذن باش ما يدبرش السيد ولا يبقى يهرب له من ودنه. قد يصاب بعض الاطفال بهذا المرض بعد نموهم، فاذا سبق لاحد والديه ان اصيب بهذا المرض عندئذ سينتقل الى الطفل ويؤدي الى صممه. اضف الى ذلك العوامل الوراثيه الاخرى التي تؤدي الى الصمم. وسائل التشخيص ديال الامراض الجينيه هي اولا المعلومات التي تنستقيها من الام ومن الاب، تنشوفوا كيف التطور ديال الطفل،
تنشوفوا في العائله ديالهم واش كاين حاله ديال الصمم ولا العم ولا الخاله، هذه اول معلومه. ثانيا وسائل التشخيص عبر السمع ديال الطفل ولا ديال الانسان كبير ولا ديال الدري كبير بالاوديوغرام، ميزان السمع العادي نقدروا نحتاجوا عند يكون الطفل راضي نحتاجوا وسائل اخرى، وفي هذه الوسائل ما استعملناش في هذه الحمله هذه لان احنا في ظروف خاصه. مازال ما وصلناش للتشخيص المبكر، خصنا نعرفوا الجينات اللي كيدوروا في هذا اللي سبب ديال هذه الامراض. حنا لقينا ثلاثه الجينات السبب ديال هذه الامراض، وكنظنوا بان كاين بزاف ديال الجينات اخرين باقي ما لقيناهمش كاملين. ملي لقاوهم كاملين ونفهموا كل شيء ترانسميسيون اللي كاينين في هذا الفيلاج يمكن يكون تشخيص مبكر، يمكن يكون تشخيص مبكر لهذا الامراض. مي هذه الامراض وراثيه. هناك ثلاثة أنواع من الصمم: صمم توصيلي، صمم حسي عصبي، وصمم مختلط. أما العلاج فيكون حسب درجة التلف بالأذن، ولكل نوع من الصمم يرصد علاج معين، غير أن الصمم الوراثي يبقى جيني. وسائل العلاج في الحالات هذه ديال الصمم موجودة والحمد لله. في الحالات ديال الصمم المتوسط ولا الضعيف تنستعملوا السماعات العادية، وتمكننا والحمد لله بمساعده الكثير باش نجهزوا الاطفال المحتاجين للسماعات في المنطقه هذه. وحالات خاصه اللي تكون فيها الصمم قوي ما تيتجاوش مع السماعات وما تيكفيش السماعات في نصحهم تحتاجوا العمليه الجراحيه، والعمليه الجراحيه لها ظروف خاصه ما يمكنش تجرى هنا، تضر في مسائل مراكز الشفائيه في المدن الكبرى. نقوم بها ان شاء الله باش نحسنوا من الحاله ديال هاد الناس هادو. ما العلاج باش نحيدوا الوراثي في الجينات باقي ما كاينش، ما كاينش علاج باش نولدوا الدراري واخا عندنا الجينات ديالنا فيهم هذاك الخطا، ما كاينش علاج باش نولدوهم كيسمعوا اي مره. المساهمة ديال مندوبية الصحة في هذه العملية كتجلى في المواكبة ديال هذه العملية في التتبع ديالها، وكذلك في عملية تكميل هذه العملية بالتكفل بالحالات الأخرى اللي ممكن غادي تشخص من بعد ديال ضعف السمع. رغم أن القاعدة الطبية الشرعية لا تمنع من زواج الأقارب، لكنها تحث على توخي الحذر والحيطة، حيث تؤكد معظم الدراسات العلمية عن الأمراض الوراثية الشائعة السبب الرئيسي للكثير من الأمراض والإعاقات لدى الأطفال. الأسرة اللي فيها هادشي ما يتجوجوش جواز الأقارب حيت نكثروا من الشونس ديال الوقاية. الوقاية الأولى حيدوا زواج الأقارب، كننقصوا هذاك باش تزاد عندنا دري ما كيسمعش. هذا الصمم عند الناس هادو تيتفاقم مع المده مع الزمن، اللي عنده واحد المستوى المتوسط اليوم يمكن من سنه ولا سنتين يكون حاله قويه ديال الصمم، ولهذا كان من الضروري ان يكون متابعه وزياره مرحليه كل سنه يكون هذه الزياره ان شاء الله. إذا تزوج إنسان بأقاربه وكان لكل منهما يحمل نفس العامل الوراثي المتنحي لمرض ما، فهناك احتمال 25% من إصابة أبنائهما بأمراض وراثية. موضوع الحلقة المقبلة بإذن الله سيكون عن المرض الجلدي الجدام بمناسبة يومه الصحي العالمي. اهلا سيدي لاباس على خير؟ انت الحاج عبد الجبارنا؟ شنو محمد بكتار؟ محمد بكتار. هو بكتار صافي سي بون. مرحبا، انا تنتسناكم نشوفكم. احنا معاكم راه خرقنا العاده مع الحاله ديالك، خرقنا شويه العاده. عاده نورمالمون خصنا نمشيو ونتاكدوا معاك في المحل ديالك ونشوفوا العائله ونشوفوا فين كتعيش عاد كيتم الاختيار. وصلنا بالدوسي ديالك وشفنا حالتك مستعجله، استشرت مع هيئه الاطباء ديالنا لان من السعد ديالك ايفيكتيفمون تختار له الدوسي ديالك. مي كي عرضنا على الهيئه ديالنا قال لك هذا حالته مستعجله، دونك ما تتسناش ان نمشيو عندك وعاد نجيو. فعلى هذا علاش جمعنا دابا عاود لهيئه الاطباء، راهم مجموعين اليوم باش يشوفوك وتقدر. ما كيبقى دائما الحكم ديالهم هما واش دوز اليوم او غدا، لان حالتك تتبقى دائما مستعجله. بونجور. هذا دوسي دوزيام فونكسيوني، سي ان دوسي دوزيام. عمريا دابا باسي توت سويت غيشوف اللجنه ديالنا كلها، دونك عمريا لو دوسي غابيدمون. انا غنتكلف به لو طون اللي تكملي لي دوسي. سي بون، يلا تفضل معايا سيدي نشوفو دكتور عدنان. عندو دور الطبيب ديال القلب باش يقول لنا على التخطيط ديالك وداك الشيء الاول. اجي تفضل معايا.
لو فامو دوسي اللي دويت عليها هو دابا وصل. صافي سيدي بخير. باش نتكلفو. الحمد لله. بأمان الله. ولي درنا دوسي وصلنا داكشي ديالو كيرجعو بحال مستعجلة. شنو المشكل لا؟ المشكل سيدي كيشدني الحراك وكيطلقني البارح شد عليا مزيان. فين كيشدك الحراك؟ هنا على هاد البزون هذا. مشي ولا واخا جالس؟ واخا جالس. واخا كنت بانعس شحال شدك الوقت؟ شدني شي ساعة وربع ولا ساعتين نقول هي واخا. عندك سكر ولا؟ عندي سكر عندي الكوليسترون عندي. دونك غنديروا له تخطيط، نديروا له تخطيط دابا، نديروا لك واحد التحليلات وغنشوفوا على حسب التخطيط شنو واش هادشي مستعجل ولا لا. واخا دابا نديرهم لك غادي نشوف هادشي. عندو تخطيط القلب مع الكارديولوج الدكتور عدنان باش يشوفو. في الحلقة المقبلة سنتعرف على الخطوات العلاجية اللاحقة التي سينهجها السيد محمد بيكتار. عافانا وعافاكم الله، دمتم في صحة جيدة.